أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم؟ فضلت الشيخ صلاح. نعم. أم قوم الميم ما فيش فيها غنة. حاضر. أم قوم تبع. أيوة. تمام كده. تمام. والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما. سيدنا الشيخ صلاح. نعم. والأرض. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. أنا عارف إن فضلتك مضطر وده النفس غصب عنك، ولا النفس نعم ممكن يجيبها؟ حاضر يا مولانا الله يبارك فيك. يعني مضطر ولا النفس ممكن يجيب الآية على بعضيها؟ نجيبها إن شاء الله. وما خلاص جميل، يبقى الأفضل لو تعرف تجيبها على بعضها يكون أحسن، لكن لو حاضر. مضطر ومش قادر خلاص ما تجيش على نفسك. حاضر حاضر. ها؟ ما خلقنا لا وما خلقنا السماوات والأرض، لا من أول وما خلقنا السماوات والأرض. حاضر حاضر يا مولانا. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. سيدنا الشيخ صلاح. نعم. الأرض مفتوحة والأرض. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ممتاز كده كده المعنى معي منضبط، الله يفتح عليك، انما لو مضطر ومش قادر ده حاجة تانية. الله يفتح عليك يا عم الشيخ صلاح، جهد مشكور.